هذا سائل يقول: في النسخة التي لدي عليها تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول في الحاشية: ليس ما طلبوه من الشرك الأصغر، ويقول: لو كانوا ما طلبوه ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل. اقرأ التعليق. يقول: ليس ما طلبوه هو معك التعليق أنت ولا يحكيه هو يحكينا يجيب لنا التعليق نشوف. نعم.